الكلمة الآن للسيد النائب المحترم عزيز كرمات. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، النائبات المحترمات والمحترمين. يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية في إطار المناقشة العامة للميزانية الفرعية لكل من وزارة الداخلية ووزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة. وأقول بداية وجب التذكير بأن العهد الذي نعيشه اليوم تحت رئاسة حكومة شعبية تحظى بكل الدعم هي لحظة زمنية في الزمن المغربي الممتد عبر التاريخ بإنجازاته وإخفاقاته. ولا نريد من خلال هذه المداخلة تحميل وزارة الداخلية ومن خلال الحكومة ما لا يجب تحميله إياها، لأن تدبير ملفات هذه الوزارة في جميع قطاعاتها وما راكمه هذا التدبير من إنجازات بإيجابياته وسلبياته لا يمكن الادعاء بأنه من صنع فترة واحدة من الزمن المغربي. وعليه وجب التذكير بأن منهجنا في المناقشة سيعتمد تثمين ما يجب تثمينه والإشادة به والوقوف عند مواطن الخلل قصد العمل جميعا على تجاوزها. وهنا لا بد من الإشادة بالشجاعة والجرأة والحكمة التي طبعت بعض قرارات هذه الوزارة ومن خلالها الحكومة رغم كلفتها التي قد تبدو غالية سياسيا لكن اتخاذها انتصار لمصلحة الوطن وتكريس لدولة القانون. السيد الرئيس، إن المسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي لتسعود مارس 2011 ومناخ التغيير الذي أفرزه الحراك الشعبي يجب أن يكتمل بالتسريع بالإعلان بوضوح عن الآجال المحددة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المتبقية بما فيها الجماعات الترابية والجهات والغرف المهنية والمأجورين وانتخابات مجلس المستشارين. وقبل ذلك وجب تطهير الفضاء الانتخابي عبر إحالة كل ملفات الفساد المرتبطة بالتدبير الجماعي إلى القضاء. ولعل في ذلك إشارة إلى الجميع أن هذه الحكومة عازمة بصدق وبكل حزم القضاء على كل أشكال الفساد أياً كان نوعها وكيفما كانت درجة مقترفيها، كما أن الوزارة مدعوة بالإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو المادي حتى تضمن شروط نجاحها بأقصى درجات النزاهة والشفافية. وسعياً للتنزيل الديمقراطي للدستور ندعو الحكومة أن تعمل على تفعيل الفصل 17 من الدستور الذي يقضي بتمثيلية السياسة للمغاربة القاطنين بالخارج ترشيحاً وتصويتاً من بلدان الإقامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. السيد الرئيس، السيد الوزير، إن الأحداث والاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن المغربية وما شابها من انحرافات واعتداءات تتطلب من الجميع الوعي بمسؤولية وبجسامة اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب التي اختار لها الجميع شعار الإصلاح في ظل الاستقرار، وهو ما يتطلب معه عدم الاقتصار في معالجة هذه التجاوزات على المقاربة الأمنية بل البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك والسعي إلى حلها عبر الحوار وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح. ونحن في فريق العدالة والتنمية نؤكد على ضرورة الحفاظ على مكانة الدولة وهيبتها مع التأكيد كذلك على صون حقوق الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية والاحتجاج السلمي. وإذا كان لقوات الأمن والقوات المساعدة الدور الكبير في الحرص على الأمن واستتبابه فإنه وجب إعادة النظر في ظروف اشتغالها عبر توفير الاعتمادات الكافية والكفيلة لتحسين ظروف عملهم سواء منها المادية أو البشرية. وهنا لا بد من التنويه بالمجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية في محاربة ظاهرة الإرهاب. ولعل تفكيك ثاني خلية إرهابية البارحة لدليل على يقظة عناصر الأمن
غير أننا ندعو إلى ضرورة مقاربة هذه الظاهرة بشمولية ينخرط فيها الأمني والتربوي والثقافي والاجتماعي، كما لا تفوتنا الفرصة دون أن نذكر بدور الوقاية المدنية التي لا بد من رصد الإمكانة اللازمة والقادرة على رفع درجة نجاعة تدخلاتها. إن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي انطلق سنة 2005 وساهم في إنجاز 23 ألف مشروع ومبادرة يتطلب الوقوف عند نتائجه وتقييمه للنظر في مدى استجابة البرنامج الحاجيات الفعلية للمواطنين وأثر في معالجة مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء كأهداف مسطرة للبرنامج. وإذ نثمن مبادرة الحكومة للرفع من الغلاف المالي المرصود للمرحلة الثانية من البرنامج والذي قدر 17 مليار درهم، فإن الوزارة مدعوة كذلك بإعادة النظر في آليات ووسائل تنزيل هذا البرنامج أو هذه البرامج في إطار مندمج يأخذ بعين الاعتبار تدخلات كل المؤسسات المعنية بالتنمية البشرية. السيد الرئيس، بخصوص البناء العشوائي، لاحظنا للأسف ضعف انخراط السلطات في بعض جهات المملكة في محاربة هذا الصنف من البناء، مما يعقد من صعوبة التدخل لإيقاف هذا النزيف لاحقا، بل إن برنامج بدون صفيح قد توقف في العديد من المدن مما حال دون استفادة المعنيين بهذا البرنامج. ومن شأن هذا التأخير خلق توترات اجتماعية واحتقانا يصعب ضبطه. لأجل ذلك نطلب من وزارة الداخلية حث السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية لمزيد من الانخراط في تفعيل مضامين هذا البرنامج من خلال اختصاصة الموكولة لهم بعقد المدينة. وعرفت الجماعات الترابية وتعرف إضرابات متتالية أعاقت بشكل كبير تأمين مصالح المواطنين المرتبطة بهذه الجماعات. ومن شأن استمرار هذه الإضرابات خصوصا مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي وحاجة التلاميذ والطلبة إلى إنجاز وثائقهم من أجل اجتياز المباريات أو للتسجيل أو إعادة التسجيل بالكليات، إن استمرار هذه الإضرابات من شأن تفجير توترات كبيرة داخل المدن إذا لم يتم تدارك هذه الأمور والوقوف عند أسبابها والسعي إلى حلها. وعليه ندعو الحكومة الإسراع في إصدار القانون التنظيمي للإضراب، كما نطلب من وزارة الداخلية عدم الركون إلى الحلول الأحادية والجلوس إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل تجاوز الأزمة التي تعرفها الجماعات الترابية للمملكة. السيد الرئيس، بخصوص إرساء الجهوية المتقدمة، وجب التذكير بأن التقسيم الذي آلت إليه اللجنة المكلفة بذلك جاء في سياق يختلف عما نعيشه اليوم، خصوصا بعد الخطاب الملكي لسعود مرس والحراك الشعبي ودستور 1 يوليوز 2011، وكلها سياقات وجب أخذها بعين الاعتبار من أجل إرساء نظام ديمقراطي جهوي يعزز الديمقراطية ويضمن فرز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية في إطار من الحوار والإشراك، أخذا بعين الاعتبار رأي المواطنين المعنيين ومتطلبات تلك الجهات. والأمر نفسه يجب أن ينطبق على الجماعات الترابية الأخرى، بحيث أن وفق منطوق الدستور نعتقد أن منطق الوصاية الإدارية والمالية يجب أن يختفي حتى يمكن لهذه الجماعات التوفر على سلطات تنظيمية حقيقية لممارسة صلاحيتها، ويبقى وفق دائما الدستور للسلطة الدور المساعد للجماعات الترابية في تنفيذ مخططاتها وبرامجها التنموية. وإن الوصاية المالية وتأخر المصادقة على المشاريع أدت إلى تراكم ما أسميناه في فريق العدالة والتنمية بالمال الراقد، والذي يقدر تقريبا ب 24 مليار درهم، منع الجماعات الترابية في الإسراع بتنفيذ مشاريعها التنموية. وعليه وجب العمل على تجاوز هذه المعضلة عبر مساعدة ومواكبة الجماعات الترابية، بحيث تحدد دور السلطات في الجانب المالي بالشكل الذي يسهل مأمورية الجماعات في تنفيذ برامجها بشكل فعال ونجاح. لكل هذا نلح على الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالفصل 146 من الدستور. السيد الرئيس، في إطار تشجيع وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، ندعو الإدارة الترابية إلى مصاحبة وتسهيل مأمورية ودعم كل المعنيين من جماعات ترابية وأشخاص ذاتيين ومعنويين في المجال التنموي والاستثماري. إن الطريقة التي تم ويتم بها تدبير الأراضي الجموع إلى الآن
قد خلقت مشاكل عديدة بين النواب وأفراد الجماعات السلالية، وكذا في اللوائح الخاصة بذوي الحقوق، وكذا استفادة السلاليات. ولأجل ذلك وجب إعادة النظر في القوانين المنظمة لأراضي الجموع، خصوصا طريقة اختيار النواب السلاليين، وكذا الحصول على أراضي الجموع والتعويضات المخصصة لفائدة ذوي الحقوق وطريقة استفادة السلاليات. لذلك ندعو الوزارة إلى فتح نقاش وطني يفضي إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف في تدبير هذه الثروة العقارية مع الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق. السيد الرئيس، أمر الآن إلى مناقشة الشق المتعلق بوزارة الإسكان. إن سياسة إعداد التراب الوطني وإن كانت ضمن مجال اختصاص وزارة السكنة، يجب مقاربتها أو تجب مقاربتها ضمن رؤية أفقية تشترك فيها كل القطاعات من أجل بناء مشاريع تنموية مندمجة، والانتقال بها من سياسة إنتاج الوثائق إلى العمل على تنزيلها وتحقيق هذه الوثائق على مستوى الواقع. وعليه ننتظر تفعيل توصية الحوار الوطني الأول لإعداد التراب والعمل على بلورتها في إطار قوانين تهم مجال إعداد التراب الوطني. إن انفجار ظاهرة البناء العشوائي الذي عاشته مختلف مدننا على امتداد الترابي، وإن بشكل متفاوت، يستحق منا وقفة تأمل عميقة للبحث عن الأسباب والمسببات بدل المعالجات المسكنة التي قد لا تكون هي الأنسب في التعامل مع مثل هذه الظواهر الاجتماعية. صحيح لا يمكن ونحن في فريق العدالة والتنمية أن نقبل بالسطو على أراضي الغير ولا السكوت عن التجزئات السرية للأراضي التي يكون أصحابها أباطرات البناء العشوائي، لكن هذه الظاهرة التي تعرفها بلادنا هي تعبير جماعي ملموس ودليل على فشل السياسات المتبعة في مجال السكن إلى حدود اليوم. وعليه نعتبر أنه آن الأوان اليوم لإعادة النظر في برنامج بدون صفيح، إن على مستوى التصور أو طرق التدخل أو المجالات المعنية أو الشركاء، وإن كنا نثمن الإعلان عن 44 مدينة كمدن بدون صفيح، إلا أن هذا الأمر لا يكفي، وبالتالي وجب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في هذا المجال. إن رفع عتبة السكن الاجتماعي في 500 شقة لأجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والتجهيزات التمويلية خلق نوعاً من الريع في هذا المجال، وأصبح هذا النوع من الاستثمار هو نادي للكبار فقط، وتشجيعاً للاستثمار وتنويعاً للفئات المستثمرة في هذا المجال. نثمن قبول الحكومة للتعديل الذي تقدم به الأستاذ النواب والذي خفض العتبة إلى 200 شقة داخل المجال الحضري و50 داخل المجال القروي. ولا بد هنا من الإشارة إلى دور التعاونيات السكنية في إنعاش مجال الشغل، والذي للأسف في المغرب لا يتجاوز 1% في الوقت الذي تعرف فيه هذه التعاونيات في بعض الدول، وأعطي المثل بإسبانيا مثلاً تصل إلى مساهمتها في إنعاش الشغل ب 17%. أقول يجب مساهمة ودعم هذه التعاونيات لأجل وتمكينها من جميع التحفيزات المالية والإعفاءات الضريبية حتى تجعل منها شريكاً فاعلاً على غرار بعض الدول في مجال توفير السكن. السيد الرئيس، بخصوص السكن المعد للكراء، نثمن المنتوج الذي جاء به قانون المالية، وندعو الوزارة إلى إشراك الجماعات الترابية في إنجاز هذا النوع من المساكن أو هذا النوع من السكن، مع تمكينها من كل التسهيلات المالية التي جاء بها قانون المالية الحالي من أجل قيامها بهذا الدور. وإذ نثمن ما جاءت به الحكومة في هيكلتها الحكومية الجديدة والمتمثلة في سياسة المدينة وربطها بالسكنة والتعمير والمقاربة التشاركية التي تنوي الوزارة نهجها في إعداد أرضية حول سياسة المدينة، فإننا نتطلع إلى مزيد من التدقيق وتحديد أدوار وحدود ومسؤوليات مختلف المتدخلين في سياسة المدن، والحاجة إلى تحديد المسؤول الأول عن صناعة سياسة المدينة حتى يتم تحسين العيش داخل المدن المغربية وجعلها فضاء لإنتاج الثروة وتحقيق النمو. أما فيما يخص الوكالة الحضرية، تصدر الإشارة إلى أنه وجب توضيح اختصاصاتها بشكل أدق في أفق جعلها أداة للتخطيط وبلورة المشاريع وتنزيل الوثائق وتحقيقها بدل العمل فقط على إنتاجها، وعدم خوضها فيما هو تدبير حضري
في تلاؤم تام مع باقي المتدخلين في القطاع وعلى رأسها المجالس المنتخبة. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، في الأخير نسجل نحن في فريق العدالة والتنمية بارتياح كبير إضفاء الطابع السياسي على وزارة الداخلية، ولعل في ذلك سيمكن من تجاوز الاحتكاك الذي كان يطبع ما هو سياسي بما هو تقني داخل قطاع الداخلية. أتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.